Nothing, it's just... Hello guys, welcome back to my channel. الجديد هنا. Hello, I'm Yasmin Thuraya. بعدك ما مسوي سبسكرايب، لا تنسى تسوي سبسكرايب وثامز اب اذا راح تحبون هذا الفيديو. قبل ما نبلش بالفيديو خليني اشرح لكم اني وين. انا هسه ببيتنا، البارحه اول يوم نتحول ونجيب كل الاشياء هنا بهذا البيت. هذا الشيء زرعايته. سودا حبيت بهاي الموفينج كومباني انه كل شيء كان مغطي، تشوفون يعني التلفزيون كليته مغطي ولا فيه. تذكرون هاي المرايه وين كانت؟ كان حجمها كل شبه هوايه اكبر. توتي هنا أنا رجعت من الشغل. جايز طبعا رايحين قران بالبيت لان هاي اول ليله لنا بالبيت، بس خلي اشوف لكم البوكسز اللي عندنا هنا. اتركوا شكلي please don't talk to me about my face okay por favor. نان البوكسز مالتنا طبعا هو البروسيس يمكن ما اخذنا 3 ايام 4 هيك شيء. اليوم هو يومنا الاول نعدل الاشياء بهذا البيت. طبعا البوكسز ما فتحها مثل ما تشوفون. خليني اشوف لكم بعض الاشياء اللي فتحناها. Not actually فتحناها بس حطيناهم التلفزيون. خليني اشوف لكم غرفتي بعدها فارغه، كل شيء ماكو. هنا راح تكون هدومنا، احذيتنا، جنطنا، كل شيء اني وتبارك هنا راح يكون. ما اريد ولا نقطه هدوم بغرفتي غير بس يعني، فراح تكون هنا الاحذيه، الجنط، اريد اسوي هنا هم مكياجي اذا اقدر، كل الاشياء مال بيوتي اني وتبارك راح تكون هنا. شو وقت تشوفون الفاينل لوك؟ اي دونت نو. حمامات بعدها فارغه. هنا أنا غرفة توتة بعدها بالبناء، علي قاعد يبنيها. وسب علي. شلونك؟ شلون التحويلة وياك؟ والله ماشي وضع. ماشي وضع؟ Good job. ساعات تقريبا 8 بالليل، احنا بلشنا من الساعة 9:30 الصبح نشتغل على البيت، نلملم الأشياء last minute، نحط كل شيء اللي باقي مضامي ضميناه، وبلشنا النقل، وهسه كل شيء عندنا وصل المكانه. سو هسه صدق الواحد يرتاح يعرف انه خلاص تحولت كل الاشياء. هذا فشي اللي كنت صدق دا انتظر يخلص لان باقي سهل يعني، هنا الاشياء نحركها نعدل ونضبط وهيك شيء. It takes time، تاخذ وقت، ما راح تصير كليتها بيوم وليله. فها هي راح ابلش شويه افرغ بالبوكسز اللي عندنا لان a lot of boxes. هاي غرفات علي بعدها كل شيء مجهز بيها. بعدها البوكسز هنا، الاوفيس تيبل مالته هنا. بيسكلي جايز هسه قبل ساعتين خلصنا كل البوكسز وجبناهم عندنا بالبيت. سو يا ما جبنا عالم حتى تحط اشياء بالبوكسز وتطلعها ويانا، بس جبنا عالم تحول اشياء. فاستخدمنا كومباني هنا بهيوستن اسمها 3 مان موفرز، يدزون لنا 3 اشخاص وندفع كل ساعه. فاستخدمناهم تقريبا 4 ساعات بس هيك، يحطوا لنا البوكسز والاشياء الكبيره من شقتنا لهذا البيت ونزلوا لنا اياها. وهذا كل اللي سووه. تحويله ما كانت صعبه، ما اقدر اقول صعبه، بس تاخذ هوايه وقت. هوايه وقت. Okay.
شوي شوي تقلل الأشياء، بس دا أحس الوضع ما راح يخلص. سوينا بيزا ساعة 12 بالليل وبعدنا ما مخلصين قايد. توتا is dead بس عايشة يعني، بس هيجي يعني. بس ترى بصراحة قللنا هواية أشياء، بس تخيل الباكسز انتقلت، هي ما قلت لأن كليتها أحذية وهدوم هنانة. Good morning guys، عندي كلاس، مكياجي كليتها هنانة حطته، راح أحضر، حكيت هواية وأنا متأخر. طبعاً شعري ما راح أسوي، كل شيء ما راح أسوي. يعني هي يا أما عدل وجهي يا أما شعري. خلي أشوف لكم شنو لابسة. لبست هاي البنطلون، طبعاً إتس يوغا بانس عادية، ولبست وياهم هذا الحذاء، وهيجي صارت اللبسة مالتي. يوم ليك ويوم عليك، فهاي الايام شوية علي. هاي السعادة اللي هسه لازم اخلص كل الباكسز. ما اعرف من وين ابلش، بس هذولي لازم يروحون باي باي. اول شيء راح اسويه هو احط الباكسز كليتها على جهة حتى اقدر على الاقل اطلع الهدوم، لان ماكو مكان. هي كلها باكسز. أول بوكس فرغناه. جايز اللي ما يعرف، أنا طبعي من النوع اللي أخلي الحذاء بالبوكس، ما أذب البوكس مالته، لأن أحس داخل البوكس يبقى الحذاء ما يصير عليه تراب، ما يصير عليه وسخ. اشترينا هذولي راكس مال هدوم حتى نحط عليهم الهدوم مالتنا، فهذا اللي صار. تشوفون هنا انا دا افتح كل الباكسات واحط الهدوم مالتي كليتها هنا. هذا الكلوذنج راك هسه بنيته اني، بس دا اريد ابني الثاني. عندنا ستة من عندهم. جايز نسيت اقولكم كل عام وانتم بخير. بصراحة هذا العيد ولا حسيت بي دخل وراح يطلع باكر، واني ما حاسبي كل شيء مسويت اي مناسبة بالعيد، لان كان عندنا تحويل. I don't mind it بصراحة، لان انا اصلا بامريكا ما عندنا اجواء العيد مثل الدول العربية، وهسه اصلا عندنا امراض زايدة، سو ما عندي مانع، بس يعني ولو طلعة وحدة ما صعبت. اريد اخلص جايز جديات، هاي مهمتي اليوم انه افرغ هاي الغرفة. اهم شيء عندي انه هاي الغرفة تفرغ، لانه بس تفرغ احس النفسية ترتاح اكثر. الباكسز هنا انا محطوطة وكل الهدوم والاحذية كليتها مضمومة، يعني شلون واحد يرتاح ما يعرف اصلا شنو يلبس، يو نو. اشياء لازم خفيفة،
ماذا تصير؟ بيري. بعدنا ونخلصين، بس بصراحة أكو فرق. أحط هنا الأشياء الشتوية مثل هيجي، لأن ما نلبسهم كلش هواية وأحس وزنهم كلش ثقيل. أنا حطيت الأحذية كليتها. I'm done. تترى كل شيء خلاص. Everything is unpacked. كل شيء تفتح من الboxes and I'm so happy. Yay! ساعة 2 بالليل لازم أفوت أسبح وأنام حتى أقعد باكر من وقت.